السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم العنود أو عنودي إكس أو. طبعا قبل لا أتكلم وأقول كل شيء، حاب أشكركم مرة على 10,000 مشترك، مرة شكرا من كل قلبي، الله يسعدكم دوما. اليوم إن شاء الله راح أتكلم عن لعبة بندي وآلة الحبر. طبعا بما أني لعبتها وختمتها وكل شيء، كان ودي أعرف إيش قصتها لأني ما فهمت النهاية كويس، واللعبة نفسها معقدة شوي. فقبل لا نبدأ أتمنى تسعدوني بلايك وتشتركون وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، ويلا بنا نبدأ. تبدأ قصة اللعبة في استوديو رسوم متحركة صار له 30 سنة مهجور، وهالاستوديو تابع للسيد جوي درو، والكل هرب من الاستوديو بسبب الأشياء الغريبة اللي صارت فيه. لكن بعد 30 سنة من هجر الاستوديو وفي عام 1960 توصل رسالة للبطل هنري شتاين وهو عامل رسوم متحركة متقاعد في استوديوهات جوي درو. بعد ما يقرأ هنري الرسالة اللي يقول فيها جوي انه بيوريه شيء مميز في الاستوديو، يرجع هنري لشركة الرسوم المتحركة المهجورة بناء على دعوة صديقه القديم اللي هو جوي درو. بعد ما يدخل هنري للاستوديو يكتشف ان المكان عبارة عن كابوس حي بسبب الفوضى العارمة من الحبر اللي طالع من آلة الحبر الضخمة. وطبعا اتضح لهنري شيء المميز اللي كان يبي يوريه اياه جوي درو، وهي آلة الحبر الضخمة، وشغلتها مو بمجرد أداة للرسوم المتحركة، بالعكس تعمل برضو على احياء الشخصيات الكرتونية لكن مع نتائج مرعبة. وخير مثال على كلامنا هو بندي الشيطان. الآلة اللي سواها جوي درو تعتبر شيء مميز ومو بسهل بالنسبة لذيك السنة، لأن عام 1929 يعني ما كان فيها تكنولوجيا كثير، فاللي سواه جوي درو يعتبر شيء مرة خطير وقوي. طبعا حنا عرفنا من النهاية أن البطل هنري شتاين هو مصمم الشخصيات الكرتونية بندي وأليس الملاك والذئب بوريس اللي حنا نسميه بندق، يعني هنري مصمم أغلب شخصيات الاستوديو. طيب نبي نعرف إيش اللي صار بالاستوديو وليش صار مهجور وإيش سالفة هالآلة الغريبة. السالفة يطويلين الأعمار أن جوي درو الاستوديو حقه وقتها كان مشهور، فبسبب هالشي حب يسوي هالآلة الرهيبة عشان تخلق له الشخصيات الكرتونية ككائنات حية ويمديهم يرفهون الزباين والأطفال وكذا. فسوى شخصية بندي وهي التميمة الشهيرة حقت هالاستوديو، لكن لاحظ جوي انها تجربة فاشلة جدا بسبب عدة أشياء. أولا مظهر بندي اللي تم صنعه من الآلة مو بنفس شكلها الأصلي، يعني بندي الشيطان نلاحظ انه مرة نحيف وكأنه هيكل عظمي مو بنفس نظيره الكرتوني الأصلي. الشيء الثاني إن بندي الشيطان ما يتكلم أبداً، مجرد يهمهم أو يئن لأن ما علموه طريقة التواصل الاجتماعي. الشيء الثالث بسبب حبس جوي لبندي الشيطان صار بعدها قاتل ويذبح أي أحد قدامه. طيب ليش بندي الشيطان تم حبسه وصار وحش بربري؟ لأن لما تم صنع بندي الشيطان قلنا حنا إنه ما يتكلم، مجرد يمشي بين الموظفين ولا يسوي ولا شيء، وغير كذا هو كائن بدون روح وبدون ذكاء بشري، والأهم ما عنده مشاعر. فلما شاف جوي الوضع كذا قرر أنه يحبسه ويعامله معاملة سيئة من حيث أن ما حد يتكلم أو يتعاطى معاه، وأيضا حبسه لأن شكله زي الشيطان مو بزي نظيره الأصلي. واللي أمره جوي بأن يحبس بندي هو توماس كانور، فممكن هالشي ساعد في تطوير ميول بندي القاتلة. برضو بندي الشيطان يتمتع بقدرة قوية وغير طبيعية على التعامل مع الحبر حسب رغبته، يعني مثلا يغرق أجزاء من الاستوديو بالحبر لدرجة كأنه بحر. أيضا يحول الحبر لأنماط من الوحوش زي ذوليك الكريهين اللي هم عصابة الجزار، وبعد الوحوش اللي يطلعون من كتل بقايا الحبر. من قدرات بندي الشيطان أنه يمتص الحبر عشان يجدد أي جزء مفقود من جسمه، وأيضا يمتص الحبر عشان يتحول لوحش أكبر وأقوى. نلاحظ برضو أن عيون بندي الشيطان مغطية بالكامل بالحبر، فمعناته أنه أعمى، لكن مع هذا يمتلك بندي قدرة على الرؤية ويمديه بعد يحدد شكل هنري. من الأشياء اللي ضحكتني أن بندي الشيطان نرجسي بزيادة، يعني لو نكسر البنرات حقته هالشي راح يخليه يعصب ويطلع لنا. الحين عرفنا إيش صار للاستوديو وين راحوا الموظفين، لكن نبي نعرف من اللي حرر بندي الشيطان من سجنه. حنا قلنا أن جوي درو هو اللي أمر توماس كانور بحبس بندي، وفي سنة 1946 دخل شخص اسمه دانيال لويك لغرفة بندي الشيطان بسبب أنين وصراخ بندي، فجاء دانيال وحرره من السجن، ومن بعدها بدأوا يختفون الموظفين. وفي معلومة مهمة أن بندق فيه منه نسخ، والحين بتفهمون قصدي. دانيال اللي أنقذ بندي الشيطان هذا بالأساس كان إنسان، وهو اللي خذ مكان هنري لما استقال. طيب كيف تحول؟
لما دانيال أنقذ بندي الشيطان، قام بندي رماه على الأرض وهرب. وبعدها بسبب لوب الحبر تحول دانيال إلى شخصية بادي بوريس اللي هو خوينا بندق، مع أنه مفروض يكون شكل دانيال هو بادي. حتى لو تلاحظون مكانه راح تشوفون قصاصات من بندي ومن أليس الملاك ومن بوريس ملصقين مع بعض كشخصية واحدة، وهذا هو بادي اللي مفروض يكون شكل دانيال كذا، لكن بالنهاية تحول لشكل بادي بوريس. أما بوريس النسخة الثانية هو توم اللي مع أليسون. بوريس الثاني قبل لا يتحول هو توماس كانور، لأن في سنة 1952 يعني بعد 6 سنوات من طرد الموظفين من الاستوديو، تزوج توماس كانور بأليسون بيندل، ووقتها لا زالوا محاصرين في لوب الحبر، وتم تحويلهم إلى شخصيات كرتونية. يعني توماس تحول للذئب توم اللي هو بندق لكن نسخة ثانية، وأليسون بيندل هي أليسون الملاك لكن النسخة الطيبة. عشان كذا أليسون قالت الهنري أني أنادي بندق باسم توم وهو يستجيب له، فمعناته هو زوجها توماس كانور. من الأمور الغامضة أن هنري انضم لاستوديو جوي درو عند تاريخ تأسيسه في عام 1929، لكنه ترك الشركة بعد عام واحد من انضمامه للاستوديو بسبب أخلاقيات العمل المشكوك فيها الجوي. فقرر هنري سنة 1930 أنه يغادر الاستوديو. بعد ما عرف هنري القصة والأشياء الغريبة اللي صارت بالاستوديو، لازم الحين يستخدم ذكائه عشان ينجو من أهوال الرسوم المتحركة ويهرب للعالم الخارجي بأي طريقة ممكنة عشان يحرر نفسه. في أشياء غريبة وغير واضحة لاحظتها على هنري شتاين، مثلا لما يطلع من كتل الحبر نشوف أنه ما يترك أثر وراه، يعني قصدي أنه من الطبيعي أن الجزمة تترك أثر الحبر على الأرض وأنتم كرامة. والأغرب زيادة أن هنري ما له انعكاس أو ظل، حتى لما ينقص الهيلث حق هنري نشوفه ياكل علب الحبر، وبرضه لما طاح من فوق وقام عادي ولا كأنه صار له شيء. هالأمور كلها خلتني أفكر بتفسير واحد فقط، وهو أن هنري ممكن تحول لشخصية كرتونية مصنوعة من الحبر زي توماس ودانيال وأليسون وغيرهم من الموظفين. الحين نجي عند أليس الملاك وأليسون الملاك وإيش قصتهم والفرق بينهم. نبدأ أولاً بالشخصية الرئيسية وهي أليس الملاك اللي هي شريرة. هذه بالأساس كانت إنسانة قبل لا تتحول لشخصية كرتونية وهي سوزي كامبل، وهي اللي قالت في رسالتها الأولى أنها تحب الشخصية مرة لدرجة ودها تعيش حياتها وتكون جزء منها لأنها تحس بالارتباط معاها، وأن شخصية أليس الملاك هي أول شخصية رئيسية تأدي صوتها سوزي كامبل، فعشان كذا هي حابة الشغل والمكان والموظفين وأن الشغل مرة ممتع. حتى إن سامي لورنس قال لها أن ممكن شخصية أليس الملاك تكون مشهورة مرة مثل بندي. وأكيد بتسألون ليش سوزي مرة متحمسة ومستلجة لشخصية أليس الملاك. السبب هو لأن سوزي ما عمرها أدت صوت شخصية رئيسية، كانت مجرد تأدي أصوات الدجاج الراقص والكراسي المتكلمة. وبرضو سوزي ما صار لها بالاستوديو إلا 2 شهر من توظفت. الشهر الأول هو اللي أدت فيه أصوات الدجاج الراقص والكراسي المتكلمة، وفي الشهر الثاني هو اللي أدت فيه صوت شخصية جديدة ورئيسية وهي أليس الملاك. في رسالتها الثانية نفهم من كلام سوزي أنها لما دخلت لغرفة التسجيل لقيت مؤدية صوت أليس الملاك الجديدة وهي أليسون بيندل، وتتكلم سوزي وتقول أن هالشي جرحها وصدمها، وإن ما رح يعطيها جوي الدفتر حق تسجيل الصوت لأن خلاص سوزي ما عاد بتأدي صوت أليس الملاك، وهالشي خلاها تحقد وتغار، وقالت أنه لازم يكون في طريقة عشان نصلح الموضوع. بسبب اللي صار لها تحولت سوزي لشخصية أليس الملاك الشريرة والمتلاعبة والقاتلة. برضو لاحظت على أليس الملاك أنها تكره بندي مرة، والدليل هو لما أمرت هنري يكسر المنارات حقت بندي. برضو أليس تخاف أنها تلمس حبر بندي ومخلوقات الحبر اللي تطلع منه، حتى البثرين عصابة الجزار، والسبب هو خوفها من أنها ترجع لمكان ولادتها اللي هو البرك المظلمة. عند أليس الملاك صوتين، الصوت العميق والمرعب هو صوت سوزي كامبل، أما الصوت الناعم اللي تغني فيه هو صوت الرسوم المتحركة أليس الملاك. يعني الفرق بينهم أن سوزي تحولت لشخصية أليس الملاك الشريرة، وأليسون بيندل اللي هي زوجة توماس واللي هي مؤدية صوت أليس الملاك الجديدة تحولت لشخصية أليس الملاك الطيبة. وطبعا هواية أليسون هي الرسم، وهي اللي كانت كاتبة الشخبيط اللي على الجدران. من ضمن الموظفين اللي بالاستوديو هو والي فرانكس. هذا الموظف الشيء المهم عنه هو انه كان يشتغل مصلح للانابيب حقه الحبر، ويقول جوي اننا ما نحتاج الآلة ذي لانها مزعجة وكمية الحبر اللي فيها كثيرة بشكل مبالغ، وبسبب خراب الانابيب كل مرة هالشيء نرفز والي، فبسببه تقاعد من استوديوهات جوي درو ونقل من المدينة اللي كان فيها
لمدينة فلوريدا مع عائلته. برضو من ضمن العمال اللي تحول لحبر فاسد هو سامي لورنس. سامي كان قبل موسيقي وملحن ومدير قسم الموسيقى في استديوهات جوي درو، والمعروف عنه بكتابة الموسيقى لرسوم كاريكاتير بندي في ذروة الاستديو. وفي سنة 1935 حس سامي بالإحباط بسبب جدول أعماله الضيق، وبسبب جوي درو أن أمرهم عن عدم إحداث ضوضاء عالية بالموسيقى، يعني جوي كان يستقعد لهم. لكن في سنة 1946 سرق سامي عدد كبير من علب الحبر حقت الآلة الضخمة، وصار يشربها بشكل يومي كنوع من الإدمان، لكن في النهاية تحول إلى مخلوق فاسد من الحبر. أيضا من ضمن العمال اللي بالاستوديو وهو وحش البروجيكتر نورمان بولك. كان نورمان عالم العرض الرئيسي في استوديوهات جوي درو، وهو رجل مشبوه لأن عنده قدرة خارقة على ملاحظة المتاعب، يعني بشكل أوضح شخص فضولي وملقوف ألف. في النهاية صار ضحية ثانية لأحداث الاستوديو الغريبة والفاسدة، طبعا بسبب أنه فضولي وملقوف مرة تحول لوحش البروجيكتر. بس وش الرابط العجيب بين البروجيكتر واللقافة؟ باختصار نورمان كان دايم يدخل للأماكن الظلمة لدرجة أن العمال الثانيين ما يحسون بوجوده، وهو بهالحركة يتنصت عليهم، فعشان كذا صار وحش بروجيكتر ويدور بالظلام فقط، وراسه صار بروجيكتر لأنه هو أصلا المسؤول عن العرض الرئيسي. فهذا الرابط بين شكل الوحش وبين نورمان بولك. أكثر شخصية رهيبة وغامضة واللي للأمانة شكلها كان مخوفني هو السيد بيرتروم بيدمونت. باختصار بيرتروم بيدمونت هو مورد شهير للترفيه في مدينة الملاهي، وهو اللي أنشأ منتزه بندي لاند الترفيهي بمساعدة استديوهات جوي درو. طبعا بيرتروم مثل العديد من العمال المعروفين في الاستديو، وأيضا يعتبر ضحية فساد الاستديو، لأن شفنا بالنهاية كيف تحول وصار كيان وحشي بسبب آلة الحبر. والمرعب في الموضوع أنه تحول كلعبة في ملاهي نفس المهنة حقتها. طبعا في شخصيات ما ذكرتها زي جرانت وجاك ولاسي وشون، هذول نفس الشيء موظفين، لكن أنا ذكرت المهمين واللي كملون تفاصيل القصة. في نهاية اللعبة نشوف هنري وهو يواجه بنت الشيطان لما تحول لوحش أكبر وصار مرعب زيادة، لكن في الأخير يقدر هنري يطبع نهاية بنت الشيطان على الشاشات، وبمجرد رؤية بنت للشاشات راح يختفي ويتبدد. الحين عرفنا قصة اللعبة وإيش اللي صار، لكن عندي تساؤل اللي هو هل فعلا هالأحداث صارت ولا مجرد قصة من تأليف جوي درو؟ لأن لو نجي للنهاية راح نشوف في شقة جوي درو تصميم لشخصيات بندي وأليس الملاك وبوريس الذئب وبرضو وحش البروجيكتر، وأيضا في صورة معلقة على الجدار وعليها توقيع هنري شتاين. فأنا اعتقادي أن هذه قصة من تأليف جوي درو، يعني الشخصيات والوحوش كلها من موجودة ولا حتى آلة الحبر لها وجود. وأزيدكم بعد أن الاستوديو برضو ما له وجود، واللي خلاني أقول كذا لما يجي الطفل يكلم عمه اللي هو جوي درو ويقول قول لي قصة ثانية يا عمي. أدري أنكم انتبهتوا على آلة الحبر الضخمة اللي بشقة جوي، لكن في ناس كثير قالوا أنها مصنوعة من الورق المقوى، يعني بس كشكل حطها، حتى أنه استعمل اسم هنري كبطل للقصة، يعني هنري الحقيقي موجود وما فيه إلا العافية. ولو كان فعلا ميت ما كان لقينا توقيعه على الصورة اللي موجودة في شقة جوي. يعني بالعقل لو تفكرون فيها شوي، حنا قلنا ان هنري دخل استوديو جوي درو وما صار له الا سنة، بعدين السنة الثانية على طول طلع من الاستوديو وما كمل، وقلنا انه هو اللي مصمم شخصيات هالاستوديو اللي هم أليس الملاك وبندي والبروجيكتر، يعني اغلب شخصيات الاستوديو هو اللي صممها. فاقنعوني كيف هنري مات او انه مثلا انحشر في الحبر وهو مصمم شخصيات، وهو اصلا ما قعد في الاستوديو فترة طويلة اصلا، وخاصة أليس الملاك يعني ما صمموها إلا بعد ما هنري طلع من الشركة من زمان. فكيف صمم أليس الملاك وهو طالع من الشركة؟ فمعناته الموضوع كله أن شكله يعني جوي درو هو اللي ألف القصة هذه، لكن خذ اسم هنري شتاين كبطل للقصة. إلى هنا حبايبي وصلنا لنهاية قصة لعبة بندي. أتمنى أنكم استمتعتوا معي بالقصة، واكتبوا لي تحت رأيكم فيها، وإذا في أشياء مهمة مثلا ما ذكرتها اكتبوها تحت في الكومنت. فقبل لا ننتهي أتمنى أنكم تسعدوني بلايك وتشتركون وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة، أشوفكم بإذن الله في المقاطع الجاية.